اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرسل فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. نقرا في موقع العرب اللندني: حراره المشهد الانتخابي في العراق تعري خلافا عميقا بين قم والنجف. ونتصفح في المدى، صحيفة بريطانية: العراق يحسم 12 قضية بخصوص داعش يوميا. نشر في الزمان: الضربات الجوية البريطانية تتسبب باستشهاد مدنيين في الموصل. نقرأ في الهيئة نت: هيئة علماء المسلمين تشارك في حملة علماء الأمة لدعم مسيرات العودة الكبرى في فلسطين. ونطالع في الخليج الإماراتية: فلسطين تعلن 14 من آيار إضرابا شاملا نصرة للعودة والقدس. ونقرأ في الحياة: اتفاق لإجلاء المعارضة من حمص وطهران تفتح خطا مع أكراد سوريين. وفي العربي الجديد نقرأ: أخيرا وليس آخرا، مصادر ترامب قرر تقريبا الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. أهلا بكم. حين لقبه أنصاره بمختار العصر، كان نور المالكي قد سبقهم في إعلان الحرب على أتباع الخليفة الأموي يزيد بن معاوية، معتبرا نفسه المكلف في هذا العصر بالاقتصاص من قتلة الحسين عليه السلام، وهو ما عبر عنه بطريقة حرفية حين اعتبر حربه الطائفية ضد المحافظة السنية هي استمرار للحرب التي قتل فيها الحسين. فاروق يوسف يرى في صحافة العرب اللندنية أن كان مختار العصر ضروريا لأتباعه وأنصاره، لأنه فتح لهم خزائن العراق الغاصة بالأموال، ووضع ثروة الشعب بين أيديهم الفقيرة التي تفننت في اختراع سبل وأساليب متنوعة للفساد لم يكن في إمكان الخيال البشري مهما بلغ به التهتك والفجور أن يصل إليها. لأن المالكي ليس رجل سياسة بالمعنى المعاصر، بل هو سياسي في إطار ما يسمح به الفكر الديني من تحرر من القواعد الواقعية. كانت للأنبياء معجزاتهم، لذلك كان من الضروري أن يكون للمالكي معجزته التي لم يكن أحد يتوقع ظهورها في العراق. كان الفساد الإداري والمالي الذي لم يعرفه العراق من قبل هو معجزة المالكي. العراق الجديد يبدو كسفينة للمالكي، أنقذ من خلالها أعضاء حزب الدعوة من الفقر والتسول والعوز والحاجة، وحملهم إلى حياة لم يكونوا يحلموا بثرائها. يحق للملك اليوم أن يضع صورته على سفينة نوح مبحرا بها من جديد باعتباره منقذا. الملك حسب الدعاية الانتخابية الحالية هو نوح العراق الجديد، وهو توصيف فيه قدر كبير من الحقيقة التي لا تتناقض مع الواقع. لقد حملت سفينته اللصوص وقطاع الطرق والأفاقين والمهربين والمزورين والمتاجرين بالطقوس الدينية، وسماسرة الصفقات المشبوهة بكل ما وصلت إليه أيديهم من أموال إلى ضفة الأمان، فيما ترك الشعب العراقي غارقا في فقره وجهله وضعفه واضطرابه وتلفته وتمزقه وطائفيته وحيرته وتخلفه وانسداد الآفاق أمام حاضره المعتم. الكاتب يقول إنه يحق للمالكي أن يزعم أنه فعل ما فعله نوح في أيامه الخوالي، لقد نجا بالمؤمنين به من الهلاك حاملا معهم ثروات العراق المنهوبة. فهل من طوفان جديد يخطط المالك لقيامه من أجل أن يبتلع من تبقى من العراقيين ولم يصبه الهلاك، وما تبقى من ثروات العراق طبعا تحت الأرض؟ هكذا يتساءل الكاتب. الكاتب يرى أن ظهور المالكي مبحرا بسفينة نوح الجديدة هو نذير شؤم ينبغي على العراقيين أن ينظروا إليه بطريقة جادة، وعليهم أن يحتاطوا لما سيجره عليهم ذلك التحول من ويلات وكوارث. خلافا للتفاؤل السائد لدى أوساط سياسية وشعبية حسنة النية ومراهنتها على الانتخابات القادمة بعد أيام،
واحتمال الخروج من مازق الانحدار الذي انزلق إليه العراق الجديد. يجد الناس الملتاعون أنفسهم دون بارقة أمل، وأن يعثروا على ما يخفف من تشاؤمهم ويفتح لهم باب الأمل بانفراج قريب. علي عبد الخالق يقول في صحيفة المدى: إن من يتابع الحملة الانتخابية وضجيجها وتشويهها للمرافق العامة والشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي باللافتات والوعود المكررة الكاذبة والأفلام الفضائحية والتسقيط المتبادل لا يجد فيها سوى ما يعزز يقينه بأن حليمة لن تتخلى عن عادتها القديمة. ما يشيعه المتفائلون من مظاهر ودلالات إيجابية مبشرة في هذه الانتخابات بأنها استبعدت وجوها بارزة في قيادات أحزاب الإسلام السياسي وقدمت وجوها جديدة وأولت اهتماما لم يسبق له مثيل بالنساء. وقد يزيد البعض أن القوائم والأحزاب المشاركة تخلت عن أسمائها وشعاراتها السابقة لصالح أسماء وعناوين وشعارات مدنية. فرق الإسلام السياسي غيرت واجهاتها وأبقت على أسوأ ما في نهجها وتوجهاتها من نزعات لا يجمعها جامع مع واجهاتها الجديدة. ولكي تؤكد هويتها المدنية المستحدثة وتخفي حقيقتها دون التخلي عن نهجها المضاد لكل ما هو ديمقراطي ومدني، صارت تركز هجومها السافر على القوى والتوجهات المدنية والعلمانية، وتحذر العراقيين من خطرها على العراق ومستقبلهم المحفوف بالمخاطر. وينسى هؤلاء المتفائلون في معرض إبرازهم لما هو إيجابي في الدورة الانتخابية الجديدة، سواء لجهة الاهتمام بالنساء أو إقصاء وجوه بارزة وتقديم عناصر شابة ووجوه جديدة. إن في هذه المظاهر نفسها ما يؤكد إصرار الطغمة الحاكمة المهيمنة على إعادة إنتاج نفسها والإمعان في إمرار خليعتها وتدوير فضلاتها تحت واجهة لا تخفى على النبيه المجرب. الكاتب يشير إلى أن المتفائلين بالانتخابات يتناسون أن الدورة الانتخابية الحالية ستدفع إلى السلطة التشريعية لأول مرة رموز الفساد وناهبي المال العام من أصحاب ومدراء المصارف المشتبه بها وقادة الميليشيات الوقحة واللصوص الكبار والقتلة والمشمولين بالعفو العام وحتى المزورين والمنتشين بإخفاء ملفاتهم القديمة. إن الحل لا يمر باستبدال هذا الرئيس أو المسؤول بغيره، وإنما بإعادة بناء المنظومة السياسية والإدارية وإعادة الاعتبار للقيم الوطنية والمصالح العليا للبلاد والتخلي عن التمييز والإقصاء والتطرف. قال تقرير نشرته مجلة ميدل إيست آي البريطانية إن عدة قوى في التحالف الوطني تتنافس في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 12 من أيار الجاري على منصب رئيس الوزراء. وأشار التقرير الذي كتبه إبراهيم المراشي إلى أن هذه القوى قدمت نحو 500 مرشح من بين 7000. ويرى الكاتب أنه رغم إشارة استطلاعات الرأي إلى تصاعد شعبية في رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي، فإن الانقسامات داخل الكتل الشيعية الكبرى ستجعل اختيار رئيس الوزراء عملية معقدة لا تعتمد على الشعبية وحدها فقط. يقول الكاتب إن هناك تطورين جديدين في هذه الانتخابات بين الائتلافات التي تسعى لتمثيل الأغلبية الشيعية في العراق. ويتمثل التطور الأول في أن الميليشيات الشيعية التي برزت كرد فعل على هجوم تنظيم الدولة عام 2014 قدمت نحو 500 مرشح لمنافسة 7000 مرشح آخر في البرلمان العراقي المكون من 329 مقعداً. وأما التطور الثاني فيتمثل في أن هناك منذ بداية العام الجاري ما لا يقل عن 5 كتل شيعية تتنافس على منصب رئيس الوزراء، بيد أن الكتل الشيعية الرئيسة في الانتخابات الأولى عام 2005 ترشحت تحت قائمة واحدة هي الائتلاف الوطني والموحد. ويشير الكاتب إلى أن الأحزاب العراقية المختلفة عادة ما تشكل تحالفات في كل انتخابات، وذلك لزيادة عدد الأصوات التي يمكنها الحصول عليها. وتحدث الكاتب عن الاحتمالات المختلفة لنشوء تحالفات بين الكتل وعن التعقيدات التي تواجهها كل كتلة، وقال إنهم يتباهون بالانتصار على تنظيم الدولة، لكن الناخبين الآن قلقون بشأن قضايا رئيس ثلاث تتمثل في خلق الوظائف وتقديم الخدمات وتوفير الأمن.
الكاتب يقول إنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فإن الانقسامات داخل النخبة السياسية الشيعية تشير إلى أن عملية تشكيل الحكومة ستكون طويلة وشاقة، خاصة أن أمام الحكومة القادمة تحديات كبيرة، ولعل أبرز هذه التحديات ما يتمثل في الحاجة إلى تعزيز الانسجام السياسي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة القضايا الحرجة مثل نزوح السكان داخل البلاد والبطالة والأزمة البيئية. يوصف شهر آيار في الأدبيات العربية الفلسطينية بأنه شهر النكبات، شهر نكبة فلسطين. 15 من آيار من عام 1948، والتي توصف بحق بأنها نكبة النكبات وأخطر كارثة ضربت الأمة بعد سقوط بغداد، الخلافة بيد التتار والقدس بيد الصليبيين. رشيد حسن يرى في صحيفة الدستور الأردنية أن نكبة فلسطين مستمرة لم تنتهي بعد، وما حدث ويحدث على هذه الأرض المقدسة من فواجع ومآس وكوارث وفي طول الوطن العربي وعرضه هو نتيجة حتمية لهذه الكارثة، نتيجة آثارها ومفاعلها وارتداداتها الخطيرة حتى، فهي زلزال هائل كبير بقوة 10 درجات على مقياس ريختر ضرب فلسطين والمنطقة برمتها فدمرها وأحالها إلى الركام. العدو الصهيوني موقن تماماً أنه لم يحقق أهدافه، لم يحقق مشروعه الفاشي، وما هذه الحروب التي شنها ويشنها؟ والعدوان المستمر على الإنسان والشجر والحجر منذ 100 عام، منذ وعد بلفور، ولا تزال، ما هي إلا بسبب مقاومة الشعب الفلسطيني وإصراره على البقاء والصمود وإصراره على الانزراع في أرض آبائه وأجداده. لقد أوجعت النكبة الشعب الفلسطيني وزلزلت كيانه وخلقت جرحاً بليغاً في جسده لا يزال ينزف منذ 70 عاماً، ورغم ذلك وأكثر منه لم يفقد هذا الشعب ثقته بنفسه وثقته بحقه بأن فلسطين هي وطنه الوحيد ولا وطن له سواها، وأن لا بديل عن المقاومة كسبيل وحيد لاسترجاع هذا الوطن. ومن هنا جعل من المقاومة حياة، وجعل من الاستشهاد وسيلة وحيدة للبقاء وأيقونة يتسابق على إحرازها والظفر بها كافة أبناء الشعب ليظفروا بالمجد والخلود معا. إن استعراضا سريعا لسجل نضال هذا الشعب العظيم وعبر 100 عام تشي بأنه فعلا شعب الجبارين، فلم يكتفي بالصمود بل طور وسائل وأساليب المقاومة، واستطاع وهو الشعب المحاصر أن يفاجئ العدو ويربكه وأن يوقعه في مستنقع ردة الفعل بعد أن فقد زمام المبادرة. الكاتب يقول إنه في الذكرى 70 للنكبة فلسطين، ها هو شعب الجبارين يثبت أنه كطائر الفينيق الذي يخرج بعد كل حريق أشد قوة وعزما وإرادة ومقاومة وصمودا، ولم تستطع كارثة النكبة أن تزلزل قناعته وإيمانه المطلق بأن فلسطين هي وطنه الوحيد لا ينازعه فيه أحد، وأن الجميع على ثقة تامة ومطلقة بأنه سيحول شهر آيار من شهر النكبة إلى شهر العودة. ضاقت خيارات الحكام الإيرانيين في شأن المشروع النووي وستضيق أكثر فأكثر، وضاقت في شأن تصدير الثمرة وإشاعة الفتن وتخطي الحدود والسدود والقيم والأعراف، وستضيق أكثر فأكثر، وضاقت قبل ذلك وفوقه في الداخل الوطني تبعا لانكشاف الخواء على وسعه بعد 4 عقود من السيطرة والتجربة، وستضيق أكثر فأكثر. علي نون يرى في صحيفة المستقبل اللبنانية أن ما تواجهه إيران راهنا ستواجهه مستقبلا، وهو نتيجة منطقية تامة لما صنعته قيادتها أولاً وأساساً، وليس نتيجة جهد تآمري متعدد الهويات والأبعاد والأجناس والطبقات. سقط الرهان الكلي على تعويض خسارة إنتاج القنبلة النووية برفع العقوبات واستخدام المردود لتعويض الفشل الذي يطال كل شيء تقريباً، وهذا السقوط بدوره كان صناعة ذاتية تامة وليس بفعل التآمر الغربي الخبيث.
قيادة طهران هي التي افترضت أنها أذكى من أعدائها وأنها تستطيع قيادة اللعبة وفق قوانينها وقياساتها المزدوجة. ليس افتراء على الحقيقة أبدا القول بأن واشنطن بقيادة سيد ذكر أوباما ومعه أوروبا إضافة إلى روسيا والصين أعطت إيران فرصة كبيرة من خلال الاتفاق النووي وفتحت لها الأبواب على وسعها، وراحت هذه تتسابق في العودة إليها على المستويين الرسمي والخاص، وأن ذلك في جملته تم بأذان دبلوماسية مقفلة، أي من دون الاستماع إلى التحذيرات الإقليمية العربية أساساً من مخاطر الانفتاح غير المضبوط والمشروط. لكن طهران وليس غيرها ضيعت الفرصة وأعادت الأمور إلى المربع الأول من خلال أدائها العدائي النافر إقليمياً ومواصلتها تهديد مصالح الكبار والجوار وادعاء قدرتها على طلب الشراكة الوصائية معهم من أبواب الابتزاز والتخريب والترهيب والفتك بالأسس والقيم التي تقوم عليها العلاقات الصحيحة بين الدول. الكاتب يشير إلى أن الترابط بين الداخل والخارج حتمي وطبيعي، سوى أن قيادة طهران اعتمدت حسبة خاصة بها ومغايرة لتلك التي تقول أن نجاح الدول يبدأ من داخلها وليس من خارجها، بحيث ارتأت تلك القيادة ولا تزال أن بيع الإيرانيين انتصارات إقليمية من اليمن إلى سوريا إلى لبنان مرورا بالعراق يعوض عن ضمور التنمية وازدياد الفقر وهبوط أسعار العملة الوطنية. بمعنى آخر، لا يمكن لفاشل أن يصدر أو ينتج نجاحا، وأي ادعاء آخر لا يوصل إلا ما وصلت وستصل إليه إيران، كوارث بالجملة لها ولغيرها. نشر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا للكاتب بريت ستيفنز، رأى فيه أن على الولايات المتحدة الأمريكية إظهار قوتها العسكرية أمام إيران، وصفا الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع أمريكا والدول الخمس بأنه كذبة. وأوضح الكاتب أن المتحدث باسم وزارة خارجية أمريكا عام 2015 جون كيربي قال إن رفع العقوبات عن إيران لن يحدث إلا عندما تتخذ طهران الخطوات المتفق عليها، ومن ضمن ذلك معالجة الأبعاد العسكرية المحتملة، غير أن طهران لم تتخذ الخطوات المتفق عليها حتى الآن. ومن ثم فإن صفقة نووية تعتبر كذبة قامت في الأساس على كذبتين. الكذبة الأولى تمثلت بإعلان إيران لوكالة الطاقة الذرية قبل تنفيذ الاتفاق عن أعمالها النووية السابقة، وهو أمر ضروري واختبار لمدى إخلاص طهران، وفي الوقت ذاته معيار لمدى قربها من التوصل لإنتاج رأس حربي نووي. أما الكذبة الثانية فتمثلت في وعد إدارة أوباما بأنها جادة في الحصول على إجابات طهران عن تلك الأسئلة، ولكن بلحظة صراحة قال وزير الخارجية السابق جون كيري أن واشنطن لا تركز على ما فعلته إيران في وقت سابق، لكنه وعد الكونغرس آنذاك بتوفير المحاسبة لإيران. كان ذلك عندما كان البيت الأبيض لا يزال يخشى من الكونغرس وأنه يمكن إعاقة الصفقة النووية. ويرى الكاتب أن كل ما يتعلق بالصفقة النووية مع إيران والقائم على الشفافية في المراقبة وامتثال طهران لها لم يتم الأخذ به، ومن ثم فإن هناك ضرورة لاعتبار الاتفاق لاغيا وباطلا بعدما كشفه الإسرائيليون عن تفاصيل البرنامج النووي الإيراني. سارعت وكالة الطاقة الذرية إلى التأكيد أن إيران تمتثل الاتفاق النووي، ولكن على الوكالة أن ترعى مصداقيتها وتقول بصريح العبارة إن إعلان إيران السابق عن برنامجها النووي كان كاذبا، واحتفاظها بهذه الوثائق المتعلقة ببرنامجها يعتبر خرقا للاتفاق. وينقل الكاتب عن مارك دوبويتيز الخبير في العقوبات الإيرانية بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات قوله إن الإيرانيين عندما لا يخافون القوة الأمريكية فإنهم يندفعون للأمام. ويختم الكاتب بريت ستيفنز ما قاله بالتأكيد على أن إيران لم تحترم الاتفاق النووي، وهي اليوم لا تحتاج الولايات المتحدة بالأحرى، ومن ثم فإن على واشنطن أن تفرض عقوبات رادعة على جانب تهديد موثوق باستخدام القوة العسكرية.
بعيدا كل البعد عن السياسة، يختبر مطار شانغري في سنغافورة أنظمة للتعرف على الوجه يمكنه أن تساعد بالمستقبل في تحديد مواقع المسافرين المفقودين أو أولئك الذين يتسببون بتأخر رحلات بسبب قضايا أوقات أكثر من اللازم للأسواق الحرة. وبحسب ما نشره موقع الخليج أونلاين، يتطلع مطار شانغري المصنف كأفضل مطار في العالم لستة أعوام على التوالي في مسح أجرته شركة سكايترار إكس لاستشارات السفر الجوي إلى كيفية الاستفادة من أحدث التقنيات لحل كثير من المشكلات. ويقول ستيف لي المدير الإعلامي بمجموعة مطار شانغري إن التجارب التي يجريها المطار ليست بهدف مراقبة حياة الناس، وإنما لحل مشكلات حقيقية، حيث تتيح تكنولوجيا التعرف على الوجه للمستخدمين مطابقة وجوه أناس ترصدهم الكاميرات بتلك الموجودة على قواعد البيانات. وأضاف لي أنهم اختبروا تكنولوجيا يمكن أن تسمح بعمل ذلك، ويعملون مع العديد من الشركات. وأضاف أن من المتوقع أن تتوفر بعض الإمكانية لفعل ذلك خلال عام. متابع ممتع مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.